كل سنه وكل لحظه وحضراتكم طيبين. اعتقد افضل حاجه ممكن كده نقدمها لحضراتكم في اليوم النهارده هو مجموعه من الاناشيد والابتهالات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، علشان كده منورنا في الاستوديو النهارده القارئ والمبتهل ابراهيم شليبي اللي منورنا النهارده، وهنسمع منه يعني بصوته العذب افضل اناشيد وابتهالات. صباح الفل على حضرتك، منورنا في صباح البلد، وكل سنه وكل لحظه وحياتك طيب. كل سنه وحضراتكم طيبين، واسال الله ان يفرحنا بسيدنا النبي يا رب ان شاء الله، من اهل سيدنا النبي، ويرزقنا الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ثم شفاعه حضره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فضلت الشيخ، انا عايز اعرف من حضرتك بدات امتى، يعني قبل ما نستمع كده لصوتك العذب، يعني بدات امتى تكون قارئ للقران الكريم، وكمان دراستك ايه بالظبط؟ من الله علي عز وجل ان اكون من الازهر الشريف، من ابناء الازهر الشريف. فكنت طالب في الازهر الشريف اقرا القران منذ الابتدائي. الحمد لله رب العالمين، وربنا من عليا وختمت القران واكرمني الله بكليه اصول الدين قسم التفسير وعلوم القران. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. وبدات امتى يعني تقول انا حاسس ان انا بصوتي ممكن انشد اناشيد دينيه وابتهل في مدح نبينا ومولانا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ انا كنت قارئ اولا. بدات كقارئ للقران الكريم؟ ما بعملش حاجه ان انا اكون قارئ، الى ان ربنا عز وجل من عليا بنفحه ان حضره سيدنا النبي يمن عليا بتكليف مباشر ان انا امدح. حياتك جالك في المنام تكليف مباشر من حضره النبي صلى الله عليه وسلم ان انا امدح سيدنا النبي. الله، فاسال الله ان يجعلنا من اهل الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فرحنا جميعا بسيدنا النبي يا رب. طب تحب نبتدي بايه النهارده؟ ان شاء الله نبدا بالقران بامر الله. اتفضل حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا
عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت فضلت الشيخ، وربنا يفتح عليك دايما. مصر دولة التلاوة، يعني احنا عندنا قراء عظام على مر السنين. طبعا كل يعني قارئ من قراءنا العظام رحمة الله عليهم يعني كان ليهم طبع مميز. مين اللي حضرتك كنت بتتأثر بيه أكتر في الصغر لما بتسمعه؟ الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله عليه. الله عليه طبعا، يعني كان مدرسة متفردة، مدرسة فريدة، عنده إحساس عالي جدا. كل جميع المقامات اللي موجودة واللي مش موجودة قالها الشيخ مصطفى اسماعيل. طب في الأناشيد والابتهالات بقى، يعني لما حضرتك بدأت تحس ان انت يعني عايز تعمل ده، تأثرت بمين؟ اكيد طبعا لحضرتك الطابع الخاص ليك، لكن تأثرت بمين برضو؟ كل الكبار سمعته ويعني روح وصفاء ونقاء. مفيش أجمل من سيدنا الشيخ ناصر الدين طوبار، سيدنا نقشبندي في القوة، الشيخ محمد عمران في الصوت اللي ملوش ملكة، زي بنقول احنا عليه كده، الصوت اللي ملوش ملكة. دي حقيقة. في الجواب فوق جدا جدا جدا، وتحت خالص في القرار. طبعا دي حاجات متخصصة جدا حضراتكم اللي تكونوا عارفينها أكتر. الصوت اللي ملوش ملكة. أكيد، لكن احنا كلنا تأثرنا. طب تحب حضرتك تسمعنا إيه دلوقتي؟ إن شاء الله ميلاد حضرة سيدنا النبي. اتفضل. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القادر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. من نور أحمد جاء النور يهدينا قلبا وعقلا بنور الله يحيينا. لولا ما سجدت لله جبهتنا، لولا أفراح مولده، أفراح مولده، أفراح مولده، جاء الربيع بها رسمت على الوجوه سعادة تحكيها. يا سيدي يا رسول الله، يا من خصك الرحمن بالقرآن تزكية وأنت أميا فأنت للكون إعجازا،
أهداك الكتاب الذي نحيا بعزته نورا لحاضرنا عزا لآتينا وصلا بخالقنا يحيي مساجدنا دوما نرتله وبه الله يشفينا يا نور مولده ويا يوم مولده ملأت قلوبنا فرحا يا رب يا رب يا رب على سنة المختار أحينا. امين. يعني احسنت عليه افضل الصلاه والسلام والتسليم. احسنت فضيله الشيخ ما شاء الله، يعني صوت حضرتك صوت عذب والاحساس طبعا لما بيكون طالع من القلب يعني كده بيكون الصوت كمان اجمل واجمل. ايه ذكريات حضرتك يعني في الطقوس المختلفه في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ يعني مصر عموما اجواء الاحتفال بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مختلفه عن اي دوله ثانيه، ذكريات حضرتك باعتبارك كمان بقى كمان يعني قارئ ومنشد. كل الذكريات مع سيدنا النبي جميله جدا، تختلف الاحتفاليه في مصر عن اي دوله ثانيه، اي دوله في العالم. مصر من اكثر المحبين لحضره سيدنا النبي، من اكثر المحبين لآل بيت سيدنا النبي. احنا عندنا كرم وعندنا نفحات وعندنا آل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مصر، فالاحتفال بيكون بسيدنا النبي، بوصل سيدنا النبي. دايما كنت في حلقات ذكر بقى طبعا لازم احضر حلقات الذكر، ولازم احضر الاحتفالات عند آل بيت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بنعمل حضرات في البيت، جلسات خاصه مع الاصدقاء، كل حياتنا صلاه على سيدنا النبي، قران بنقرا وبنمدح بلا تكلف وبلا مغالاه، كله بما يرضي الله ورسوله، كله في حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يعني عليه الصلاه والسلام، يعني ننقل كده للساده المشاهدين كده حلقات، بعض من حلقات الذكر والانشاد، وتسمعني ايه دلوقتي تاني برضه فضلت الشيخ؟ ننشد ان شاء الله حاجه جميله جدا، اسال الله ان يجعلها مقبوله يا رب ان شاء الله. اتفضل. وهي نفحه ربنا من عليها بيها، اهداها صديق حبيب ليا، فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا بها عليه الصلاه والسلام. حاجه اسال ربنا ان ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب ان شاء الله. تتكلم عن الروضه وتتحدث عن الروضه، هو انشاء بيقول يا روضه ياللي جمالك بان، ساكن جواك حبيب عدنان، يا روضه ياللي جمالك بان، ساكن جواك حبيب عدنان، ياللي انت للمختار مشتاق والقلب مليان بالاشواق، ياللي انت للمختار مشتاق والقلب مليان بالاشواق، لو جالك ليله لو جالك ليلة لو جالك ليلة لو جالك ليلة هم وداء، في عز ليلك صلي علي يا رضا ياللي جمالك بان، ساكن جواك حبيب عدنان، ياللي انت للهادي رأيته، الله الله نفسك في ليلة تزور بيته، ياللي انت للهادي رأيته نفسك في ليلة تزور بيته، والله لك أنا حبيته، والله لك أنا حبيته، والله لك
أنا حبيت وبقول لك أنت صلي علي أرضى يلي جمالك بال ساكن جواك يا حبيب عدنان يشفع لك الهادي حبيبك وبكرة عليه تنظر عينك يشفع لك الهادي حبيبك وبكرة ايديه تمسك ايدك في الجنة جارك الله في الجنة جارك الله في الجنة جارك الله في الجنة جارك في الجنة جارك وضمينك في كل وقتك صلي عليه. اللهم صل على حضرتك. ما شاء الله يعني حلوه جدا. ده يخليني اسال حضرتك فضيله الشيخ، انت بتكتب يعني في اوقات كده يجي لك زي ما بنقول كده الهام تقعد تكتب ولا بس حضرتك؟ اشوف الكلمات ربنا يمن عليا بيها. اشوف الكلمات احس بالاحساس اللي كاتب الكلمات. طب ازاي بقى حضرتك بتحافظ على صوتك طول الوقت؟ علشان يعني في حاجه معينه مثلا بتعملها ازاي؟ بتحاول تطور حتى من اسلوب حضرتك في الانشاد، لان طبعا يعني مصر زاخره ما شاء الله بالمنشدين اصحاب الاصوات الرائعه، فيعني ايه اللي حضرتك بتحاول انك تميز نفسك بيه عن غيرك؟ اللي انا بميز نفسي بيه ان يبقى ليا صوت خاص، يبقى ليا صوت خاص، ما بقاش مقلد كل المشايخ زي ما قلت قبل كده. كل المشايخ مشايخي واسيادنا وعلى دماغي ربنا من عليهم بصوت مظبوط، وربنا من عليا بصوت. اخد منهم واعمل اخد منهم كل حاجتهم واقولها بصوتي حتى ما اكونش مقلد. كل انسان زي ما ليه بصمه صباع ليه بصمه صوت. مظبوط. ولا وحياتك ما شاء الله ربنا من عليك ببصمه صوت، ربنا يبارك فيها ويزيدك اكتر كمان وكمان. طيب يعني الحقيقه مش عايزين يعني ناخد من وقت الفقره غير لما نسمع من حضرتك اكتر كمان اناشيد وابتهالات. تسمعنا ايه دلوقتي فضيله الشيخ؟ صلاه الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ميلاد احمد، ميلاد احمد اجمل الاعياد، وبه الدنا وبه الدنا وبه الدنا في غاية الإسعاد، وبه الملائك في السماء تفاخرت يوما تألق بالنبي الهادي. لقد استضاء بنور وقاد بدر تهلل في الدنا سيدنا النبي، بدر تهلل، بدر تهلل في الدنا سيدنا النبي، فأنا ربنا الكون بالميلاد.
والسلام. يعني الحقيقه كلمات جميله جدا، وصوت حضرتك ربنا يفتح عليك دايما. يعني احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر يعني فضيله الشيخ ابراهيم شليبي القارئ والمبتهل، ونتمنى لحضرتك مزيد من النجاح والتوفيق، وكل سنه وكل لحظه وحياتك طيب مره ثانيه. كل عام وانتم بخير، واسال الله ان يفرحنا بسيدنا النبي ويرزقنا رؤيه سيدنا النبي ثم زيارة سيدنا النبي يا رب، وبعد كده شفاعة سيدنا النبي. اللهم امين. من اهل حضرة سيدنا النبي. اللهم امين يا رب. كل عام وانتم بخير، وجميع الشعوب العالم الاسلامي كله بخير وصحة وستر وعافية يا رب، وربنا يجعلنا من اتباع سيدنا النبي ومن المتبعين لسنة حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كل عام وانتم بخير وحياتك طيب والف خير، وشرفتنا يا فندم واسعدتنا بصوت حضرتك والقائك ما شاء الله. شكرا بخير. شكرا، بشكركم مشاهدينا، كل سنة وكل لحظة وحضراتكم طيبين، ودايما كده ذكرى المولد النبوي الشريف تيجي علينا وبلدنا في أمن وأمان وخير وسلام واطمئنان، بل وسائر شعوب العالم أجمع. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا ولكن بعد هذا الفاصل.